السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم مرة ثانية في فلوج جديد. زي ما قلت لكم بصور لكم الصبح، الثلج موجود في كل مكان. نبدأ بالشيء هذا قطة الثلج هذا. طبعا أبغى أقول لكم فلوج اليوم حيكون فلوج المقاومة. تدرون ليش؟ لأن المنطقة هذه ما فيها كهرباء، بس حطلع منها الحين خلاص حنطلع. وهذه الكاميرا باقي شوي وتطفي شحن، مو بشوي يعني باقي فيها شوية شحن، فلما تطفي هذه الكاميرا بكمل بالجي 7X، وإذا خلص شحنها نستعمل البطارية اللي اشتريناها، وإذا خلصت البطارية هذه بنستعمل الجوبرو، طفت الجوبرو بنستعمل الجوال. المهم إن شاء الله بنقدر نكمل فلوج اليوم حتى إذا الشحن خلص. ناخذ جولة على الأثغال، بوريكم المكان هذا. يلا مشينا. ناخذ قفازات. هذا البيت اللي قضينا يوم فيه، والله تجربة جدا خرافية. تيجي معي نكتشف الأثغال. واضح إجابتك. هذا السخان اللي سويناه أمس، زي ما تشوفون جماعة هذا البيت. أنا نمت هنا أمس كنت نايم هنا. شوفوا كيف. تعال نو خلاص نو وروح اكتشف الأدغال بالحالي. نعلق الفاز زي كذا. المهم لعيونكم يا جماعة نكسر. بسم الله. حريق قايل لكم اعيش في الادغال والظروف الصعبه. بسم الله. لن تزبطوا معنا. شف شف. يلا خلنا نمشي. عبد الحفيظ شوف يدي من ذاك الخشب. بسم الله. عميقة مرة. اوف ما يمديني امشي. يا الله. يوه اوف اخ. تدوش يا اخوان. خليني نرجع، ما احس انه اصلا في شيء. قاعد امشي شوف. كأني داخل كل خطوة كأنها حفرة. حبيت اكتشف ايش فيه بس ما في شيء اتوقع. بنودع المكان الحين. بس والله تجربة ما شاء الله تستاهل ان واحد يعيدها. ان شاء الله بنعيدها في المستقبل. اوكي جاء وقت التزلج ان شاء الله. هذا المكان ان شاء الله هذه كل اغراض التزلج حنأجر هذه ان شاء الله. ترى اول مره يعني ما اعرف لها، فان شاء الله الله يستر. انت لاعب يا حبيب صغير، ما حتمشي معنا انت، حتقعد هنا. لا ما حتمشي معنا. وش اللي نوم؟ يلا خلينا نبدا الرحله. اعطونا طبعا الخريطه. خلاص جاهزين بنتزلج. شوف والله تزحلق مره زي كذا. التصوير حيكون صعب شوي لاني حستعمل هذول الشيئين، فلازم اقعد ماسكهم بيدي اثنين، فحنتعب شوي في التصوير. بس ما عليكم، لعيونكم ما عليكم، بنصور ان شاء الله. والله يا اخوان جاهزين على بركة الله بنبدا. اما الشحن بيخلص الكاميرا هذه. الله يستر. يلا على طول بنغير البطارية. يا الله بدايتها كذا كل شوي يطيح. والله صعبة بس ولا يا ساتر. والله بتكون والله شكلها بتكون رحلة صعبة. الكاميرا طاحت، البطارية طاحت، وبللت العدسة. بنتعب كثير في الرحلة هذه. هذه الأدغال. هاي هذه بحيرة ترى جمدت. طيشتر. إن شاء الله ما نطيح. كسرناها والله انكسرت. زي ما تشوفون انكسرت حالة، والله حالة. طحت طيحة ظهري، من طحت كذا التيشيرت طلع فوق وظهري تزحلق على الثلج. والله ظهري راح فيها يا جماعة. حننزل النزلة هذه والله يستر. ترى نزلة قوية. بسم الله. اوكي بسم الله. هذه بحيرة قريب تجمد. والله يا جماعة صعبة مرة، لازم أول شيء تتعلم. صعبة مرة، طحت 60,000 طيحة. بنطلع الطلعة هذيك الله يستر.
سلام سلامات سلامات الحمد لله. هنا الطيحة اللي طحتها على ظهري، فالحين برجع له بنتقم، لأني الحين صرت يعني مسوي حريف. صور برضو بالجوبرو الله يستر. وهذا يا جماعة نهاية الهياط. الله عبد الحفيظ، خلصنا الرحلة يا عبد الحفيظ، خليني أذوب شوية بعدين أرجع لك. أخ، ورجعنا بالكاميرا هذه، الكاميرا الأساسية. الحين بنروح نجيب الأكل، مرة جوعان كذا. أنت تمام إن شاء الله الكاميرا تصمد معانا. بس يا الله يا كريم، برد برد مو طبيعي. ما تلاحظون شيء؟ يطلع دخان من جسمي بالبرد. خلاص استويت. يا ساتر خلاص اشترينا الاكل. والله تدري اقرب مطعم للاسف برضو ماك، كان اقرب مكان كان 20 كيلومتر، بس بالجبل والثلج وكل هذه الاشياء اخذ معنا تقريبا 40 دقيقة. ناكل ونرجع. يا الله الكاميرا، طبعا لقيت الكاميرا رجع بعد ما اكلت، قررت اني ارجع لقيت الكاميرا طاحت الكاميرا هنا. الحمد لله لقيتها، بس احتمال تخرب الكاميرا لان كلها ثلج الله يستر. طيب اوكي، احنا للحين قاعدين نتزلج. هذه المره حنخاطر شوي، يعني في اماكن مخصصه تمشي فيها بس احنا حنخاطر شوي. شفتوا هذه؟ هذه بحيره، المكان الوسيع هذا، المكان الوسيع هذا اللي تشوفوه بحيره بس جمدت. حنجرب نشوف اذا نقدر نزلج في البحيره. الله يستر. مشينا، هذه كلها بحيره، شوف كيف جمدت. اتوقع انه المفروض ما نخاطر. تعرفون نهايه الهياط ايش يصير؟ اخوان قاعدين نسويه خطر، ترى قاعدين نختبر الارض. جماعه قاعد نتزلج في بحيره، مين يسويها؟ يا ساتر. يا ساتر، احلى شيء المغامره يا جماعه، خاطر لازم تخاطر، احسن مغامرات اللي فيها خطوره. تلاقي فيه قرش هنا جامد مجمد اللي فيه. حط الكاميرا هنا ونتسابق، سابق شوف مين يجي الاول. لو خربت الكاميرا ما حزعل صراحه، معاه حق تخرب. مع جيسفنك معاك حق تخربين، حطيتها في ظروف ما هي بظروفها ابدا. مره صور فيها في اسخن منطقه في العالم، مره صور فيها من ابرد منطقه في العالم. تعادل. رجعنا مره ثانيه، كاميرا سليمه الحمد لله. خلصنا الجوله، الرحله كنا نسويها تك خلاص هيك. والله صدقك في الحين بنرجع، والله ما شاء الله على الكاميرا. ادري ان الحين تحس انه صورة كذا، احس انه في ضباب العدس اللي داخل. شوف يعني حتى لو اسوي زي كذا تحس انه لسه كذا رؤية، تحس انه لسه في ضباب، لان العدس اللي داخل مرة كذا اللي ما اقدر اوصل لها فيها ضباب من داخل. لهم يلا خلنا نمشي. ابغى ياخذ هذا امسك. طيب ينفع كذا؟ شوف كيف ماسكها الحين، ينفع كذا؟ كيف حنصور فلوقات كذا؟ من انتهت الرحلة، اتمنى عجبتكم وان شاء الله اشوفكم بكرة كالعادة. قبل ما ننهي الفلوق، الحمد لله صرت انزل في القناة الثانية، صرت انزل مثلا فلوق هنا وبكرة انزل في القناة الثانية مقطع وبعدين انزل هنا فلوق. بس برضو ابغى اقول لكم شيء، ترى عندي مجموعة فلوقات صورتها قبل كذا بس ما نزلتها في القناة هذه، ما قد نزلتها ابدا في القناة هذه لانه ما لحقت اني انزلها
يعني في اسباب كثيره، فقررت اني هذه الفلوقات اللي ما نزلتها هنا حنزلها في القناه الثانيه. في برضو فلوق هناك اذا ما شفتوه روح شوفوه. بس خلاص هنا نوصل نهايه الفلوق كالعاده، لا تنسوا اللايك واهم شيء تعليقاتكم. شكرا على المشاهده والسلام عليكم. تضحك ها؟ هات ها وش البكيه ذي؟